اول وصفه هتكون معانا هيكون الرز بالبشاميل، وكمان الرز بالبشاميل ممكن تستخدموه لطيف جدا جدا بالبواقي. عندنا شويه من العصاج. العصاج بنعمله ازاي؟ بنجيب معلقه زيت على النار، نحط فيها بصل مفروم، ملح، فلفل، 7 بهارات، حبهان، لورا، مستكه، نقطه قرفه ونقطه جوزه الطيب، نشوح كويس، ننزل عليهم اللحمه لحد ما تستوي. عندنا كمان بواقي من الرز الابيض، رز ابيض عادي مصري منقوع ومغسول ومتصفي. كل كوبايه من الرز بتاخد كوبايه من الميه، معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره نصها زيت ونصها سمنه او زبده. بعد كده عندنا بسلة وجزر مسلوقين، عندنا جبنة موتزاريلا هنحطها على الوش، عندنا للبشاميل لبن وكريمة، زبدة أو سمنة أو زيت، ملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب. هنعمل الرز اللي بالبشاميل، وزي ما قلت لكم يبقى لطيف جدا لو انتوا عندكم بواقي اصلا تلموها كلها وتعملوا بيها الوصفة دي. الوصفة دي ما بتحتاجش اي حاجة جنبها غير طبق شوربة، طبق سلطة، اذا كنتوا بتحبوا طبعا المقبلات زي السمبوسك او القطايف الحادقة يبقى لطيف جدا، وطبعا العصير لا غنى عنه في سفرة رمضان. والحلو هيكون النهاردة ان شاء الله بسبوسة بالقشطة، هنعمل كمان شوربة كوسة بالنعناع، وهنعمل خروب بالكراميل أو بصوص الكراميل علشان يبقى زي بالظبط اللي بنجيبه من بره. طيب أول حاجة نقول بسم الله، نجيب البايركس بتاعنا أو الصينية اللي هتدخل الفرن، نجيب الحلة، بسم الله الرحمن الرحيم اللي هنشتغل فيها، هحط الدقيق هشوحه كده، انزل عليه على البارد اهو بره بره النار، انزل عليه اللبن، اقلب يا بسنت، عايزين نديله زيت، عايزين نديله زبدة، عايزين نديله سمنة، مفيش مشكلة خالص ومفيش خلاص خطورة، لأنه أنا فكيت الدقيق فمفيش أي خطورة إن هو يكلكع معايا. يا عمر، عمر، يا عمر، عايز طريقة المدام جلاسيه. حاضر، عينيا. الشباب في الكنترول بتكتبوا الأسئلة، هندي بقى. ايوان، اهلا وسهلا، شكرا. ملح، فلفل، قرفه، جوزه الطيب، حاجات كده ايه خفيفه جدا جدا للنكهه، بسله وجزر مسلوقين، عصاج، اللي عنده كميه كبيره وعايز يعمل صينيتين، صينيه يشيلها في الفريزر وصينيه يعملها على الفطار، بتبقى لطيفه برضو قوي علشان لو ايه جينا يوم مزنوقين ولا حاجه. واوزع كده علشان اشرب الرز كله، وبعدين احط الجبنه كمان، البشاميل لما يفيد مننا في كيس وعلى الفريزر على طول. شايفاه؟ حاضر، عينيا.